الممرض محمد عبد الله من حمص. صلي 9 شهور بتركيا أو 10 شهور تقريبا. جينا بسبب الحرب والقصف على سوريا وعلى مدينتنا. يعني احنا عانينا بسوريا من الحرب وانقصف بيتنا نحن وتوفى أبوي، وما في غير أنا يعني إنه رجال بالبيت، أكبر شيء أنا بأخواتي، أخواتي كلهم صغار. إن كانت المنامي يعني بالبرية تحت الشجر، وكانت ظروف صعبة جدا، يعني أمور يعني صعب الواحد يشرحها. الحمد لله على كل حال يعني، وهلا حاليا بدورة العملي، ونتمنى إنه إن شاء الله يعني تكون خطوة إيجابية ونستفيد منها نحن ككادر صحي نشتغل بمجالنا.